ناموس المدعية يا علمية انقلعوا يا الله وأحاد رب العلمك يا أساد انقلعوا يا الله وأحاد رب العلمك يا أساد إلا ليكون لسجود إلا للقرب الصمات
وضيعوهم هو رجال العز والوالد حتى الجند ما صار عزل الرجال قلمون بعد المانية كل لم زهر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر
الشر نحن مهروسين من عمران بينا أو ننزل بصفر نرجع يا بشار بينا نكتب للأسار الدول الحرية شو بينك وبينا شو العمر قائدنا للأبد سيدنا محمد على حب النبي على حب الله يدل فوق الكل الكل أخي الكل الكل فوق وقائدنا للأبد سيدنا محمد يا
كمان تكبير 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 والجيش الحر للابد لا عن شرفك يا اسد جيش الحر الله يعطيك العافيه كل سنه وانتم سالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، وانصر مجاهدينا، وفرج عن معتقلينا، وداوي جرحانا، ورد مهجرينا، وآمنا في أوطاننا، واخذل أعداءنا يا رب العالمين، ولعن الشبيحة أيضا. أيها الإخوة، بارك الله فيكم جميعا. أقول بعض الكلمات إلى بعض من يخصهم الأمر. أولا أقول لمن يصلي ويهدم المساجد، أقول له: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أقول أيضا لإخوتنا المجاهدين الجيش الحر، وأنتم ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأقول الذين يساعدون النقطة في الطعام والشراب والدخان ويأتونهم بالمشروبات، والله إن أسماءكم لمعروفة لدينا واحد واحد، ألا فليكفوا عن إجرامهم هؤلاء الذين يساعدون النقطة المجرمة التي تسلط حممها على أطفالنا ونسائنا. أقول لهم: أنتم معروفون، لا تظنون أطلاقا أنكم كالزرافة التي تضع رأسها بين رجليها لتخفي نفسها من الصياد. أما أقول للذين للشبيحة المجرمين الذين لا يعرفون الإنسانية، لا أقول لهم، أقول لكم: كيف تصلون على شبيح؟ كيف تصلون على مجرم قاتل؟ لكن الشبيح يعمل بيد غيره. إن الشبيحة والعوينية والبعثية العقائدية والجيش النظامي يعمل بأمرة المخابرات المجرمة. أقسم بالذي أنزل القرآن على محمد، ما عرف البشرية مجرما أكبر من المخابرات السورية. مخابرات سورية مجرمة على محب هذه. وبشار لا نبرئه، بشار معه عذر واحد فقط، هو كما قال فرعون: لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا شأنه. بشار العوبة بيد المجرمين. أيها الأخوة، إذا مات شبيح أو مات واحد من المخابرات يحرم الصلاة عليه بنص القرآن الكريم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا يعزى، ولا يجوز نصب الشادر له، ولا يقبر في مقابر المسلمين. المخابرات الذي يموت على دينه، هو لا يموت على ديننا، يموت على دين بشار هذا المجرم. هذه المخابرات الذي يموت على دين بشار، ألا فليلتحق القرداحة وليدفنوه في القرداحة. لا دفن له عندنا، ولا صلاة عليه، ولا يجوز نصب الشادر. وكل من يعزيه منافق، كل من يعزي الشبيح منافق، ويعزي المخابرات منافق، وكل عسكري وجندي لا زال مشتركا في القتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
ولا يقبر في مقابر المسلمين. أيها الأخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجنا ونصرنا وأن يخذل أعداءنا، وإيانا إيانا إياكم يا أهالي قارة كارم أن يكون واحد منكم مخبرا للعوينية. كفانا 50 عاما ونحن نرزح تحت الحكم اللعين حزب البعث، حزب البعر. أيها الإخوة، احذروا من البعث العقائدي، لا زال مصرا على إجرامه، وأكبر دليل على ذلك أنه لم يعلن عن توبته. إن البعثي العقائدي هو مجرم، هو الذي أوصل البلاد إلى القتل والتشريد والدمار. البعث العقائدي مجرما قبل الشبيحة، لأن الشبيحة مصطنعون، أما البعث العقائدي هو متأصل الإجرام في دمه. إن لم يعلن عن توبته فأقول له فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يجب على كل بعثي عقائدي أن يعلن توبته أمام أهالي القارة قبل أن تفوت الفرصة، قبل أن تفوت الفرصة. أسأل الله أن يرحم أبناءنا وأطفالنا وأن يفرج عنا وأن يرفع عنا هذا البلاء. لا زلنا، مر عليكم بعض الأعياد، أما مر علينا 33 عيدا في سجن تدمر، أقسى من ذلك. هكذا عشنا مع حافظ الأسد المقبور، ونعيش الآن مع ابنه الملعون. لعنة الله على هذه، لعنة الله هذه العائلة النجسة التي نجست البلاد والعباد، نجست سوريا. ورحم الله شهدانا والنصر لمجاهدينا. حي الله الجيش الحر، حي الجيش الحر. اللهم حيه، اللهم انصره، اللهم آمنا في أوطاننا، والحمد لله رب العالمين. وكل عام وانتم بخير. والفاتحة إلى رحل شهدائنا. الله يعطيكم العافية. بس بصلي الجمعة جميل بجمع الكبير، بصلي الجمعة بجمع الكبير.